صلاح عبدو خليل 62 سنه، دبلوم معهد اعداد فنيين صناعيين دفعه 77، ولد ومقيم في قريه دنقاوي مركز شربين دهلي، متزوج وعنده ولدين. الحقيقه فكره التصنيع والابتكار او موضوع الطياره تحديدا معايا وانا طالب، وما كملش او ما بداتش فيه الا ما لقيت نفسي تفرغت بعد انتهاء العمل السياسي، ولقيت نفسي الظروف مهيئه ان ابدا فيه، وتوفر بعض الامكانيات اللي ما كانتش موجوده، فبدات في التصميم والتصنيع ومحاوله الوصول للهدف وللنتيجه اللي باملها ان شاء الله من ربنا ان يوفقنا وننتهي منه وتنجح الفكره باذن الله. احنا شغالين بقالنا حوالي شهر ونص. يعني بدات الفكره من شهر ونص؟ لا، الفكره قديمه موجوده، بس اما التواجد المواد اللي هنشتغل بيها والامكانيات بدانا. يعني بوضح لك ان الطياره بتاعتنا اللي هي مجال سخريه بعض الاخوه، النقد البناء بيرفع من شأن العمل، اما النقد الهدام زي ما بيشتغلوا ده الغرض منه التحطيم. وانا اللي هتأثر معايا نقد ولا اتهام ولا سخريه، لانني مكمل في طريقي مهما كانت النتيجه، هكمل الموضوع باذن الله طول ما فيا روح. موضوع خدته على عاتقي انني اكمل واوصل للنتيجه الاكيده باذن الله وبتوفيق من ربنا، ما هيحولنيش ووجهني ان انا ارد او انشغل بنقد نهائي. فالموضوع بكل بساطه ما يحتاجش الضجه الاعلاميه، ويحتاج امتى نعلن وامتى نقول للاعلام، اما نوصل لنتيجه ونجرب ونوصل للنتيجه اللي احنا عاوزينها نقول لهم اتفضلوا الموضوع. انما الرد على كل اللي بينقد او اللي بيسخر توك توك وطيار، ايوه هي توك توك وهي سيار، الغرض منها السير على الارض كسياره والطير في الجو كطيار عادي، تستخدم في كل المجالات. المواد المستخدمه عباره عن كروسلي توك توك صيني ثلاث عجلات، ده بينزل من بلاده توك توك بموتور واحد سلندر للتشغيل كتوك توك. انا جبته عشان الكروسلي الشكل، لان ده عباره عن فايبر الوزن بتاعه خفيف، واحنا محتاجين كل المواد اللي بنستخدمها في الطيران لازم تكون من معدن خفيف. فاللي موجود ده كله فايبر كروسلي كامل، خدت التوك توك خدت منه الكروسلي بس. الشاسيه عباره عن صاج مربع 3 سنتي و5 سنتي اللي اتعمل منه الشاسيه، والجزء الخلفي ربطه بالجزء الامامي عشان التوازن والمتانه بتاعته، وبعدين عمود إدارة الحركة الأمامي بالنسبة للمروحة الأمامية والمروحة الخلفية والفصل بينهم، والحركة بتاعتهم هيدروليكية مش يدوية بالنسبة للتشغيل والفصل هيدروليك. الماتور عبارة عن ماتور 4 سلندر بنزين عادي 80، وترمبة باور هيدروليكية موجودة ومنظم للتشغيل هيدروليكي. دي كل ده معمول تم تجميعه بطريقه هندسيه بالنسبه لربط الحركه الخلفيه والاماميه مع بعض. موجود برضو كورونا بالنسبه للحركه والسير على الارض، لان هي وفتيس دي بتستخدم كسياره للحركه والسفر والمشي، كسياره على الارض بدريكسيون اللي شفته حضرتك. اما بالنسبه للطيران ما فيش دريكسيون، في ملونات هيدروليكيه للحركه ربطها مع المروحه الخلفيه للدخول شمال ويمين والسير، ده حركه هيدروليكيه بعيدا عن الدريكسيون. الدريكسيون والدبرياش والفرمله والكلام ده مرتبط بالسير الارض، وبتربط ما بين الطيران في الجو والسير على الارض. اي واحد بيعمل شيء
بيسجل براءة اختراع بالنسبة للمنتج اللي بيعمله. دور الدولة في مجال البحث العلمي والدعم المادي بالنسبة لل ده بيتطلب بقى المرواح مصر ويقدم طلب وأوراق وروتين ونظام كبير لاني فاضي له ولا عندي وقت ان انا اسافر واروح اقدم طلب ويشوفوا مدى جدية شغلك وبتاع، بيخضع لإجراءات انا ما اقبلهاش على نفسي حد. فانا قلت اخلص خالص واروح بالشيء جاهز. زياد وعبد الرحمن دول اللي ساعدوني في التصنيع وهم اللي معايا انتوا وانتوا واحنا شغالين. ده فريق العمل اللي عمل الطياره اللي حضرتك شفتيها. اما المكونات بقى فاهل الخير كتير، معايا استاذ جمال شاهين ابن الحاج احمد اللي هو يعني رقم واحد في الدعم ليا بالنسبه لاي شيء بنحتاجه بالنسبه للخضره، لان هو مجال عمله كده وما بتاخرش عننا، ما بنطلب منه حاجه ما بيستناش، يمكن هو اللي بيجيبها ويجيبها لنا على طول. هو امنيته كلها ان العمل ينجح والطياره تطير زي ما قلت، امنيه حياته، لان من حبه في البلد وقناعته بالبلد ونفسه حاجه تتعمل في البلد كان الدراع اليمين بالنسبه لي. اولا شيء جديد بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه امنيتهم ان العمل ينجح، يعني ارتباطنا في القريه كاسره واحده كعيله واحده، الصغير والكبير كل متراب. امنيتهم بقى بعد فرحتهم بوجود الشيء على ارض الواقع كده، امنيتهم ان يشوفوه طاير بقى، ان العمل يكلل بالنجاح. الاكس نقل الحركه المفروض يبقى جزء واحد في التشغيل، والمتانه لازم يبقى جزء واحد. انا عندي الاكس هنا ممكن يبقى جزء وثلاث اجزاء، ودي اخطر ما يمكن. يعني دي في اما تيجي يعني في الامن والسلامه ما يصرح لكش انها تطير او تستخدم. ليه؟ لان دي في خطور. الاكس ده لازم يبقى هو ثلاث حتات، انما انا اللي عامل وانا اللي بضحي انني انا اللي اقود بنفسي على اساس ما حدش يقدر يعني يضحي بنفسه وشايف الخطر فيه. انا شايفه وانا اللي عامله بايدي، بس عامله لايه؟ لضعف امكانيات، قله امكانيات. كتكاليف حاليا كتكاليف ما وصلتش الثمن توك مستعمل. كتكاليف اللي انت شفته ده كله ما وصلش في التكاليف لثمن توك مستعمل. اما تنتج والشيء اما ينتج تجاريا السعر بقل. اما تنتج تجاري السعر بقل عن التكلفه. اللي بتمناه في حياتي هو ما عادش من عمره قد ما مضى يعني. أنا أمنيتي إن أنا أعمل مركز أبحاث بيئية وميكانيكية، مركز الأبحاث عشان الشباب والعيال الصغيرين دول يجوا يتدربوا، والبلد ملانة كفاءات، والعائد هتشوفه لو تم العمل يعني كمركز للأبحاث البيئية والميكانيكية، هتشوف المنتج إيه وفي أيام. مش عاوز اعلن مفاجآت يعني بعد دي في ايه وفي ايام اقل من دي.